رجعنا بعد الفصل. عندي فراخ مفرومه السبرينج روز كلنا عارفينه وسهل جدا. لا ده الجلاش، الجلاش يا باشا. هنقول بقى المقادير كده اهو، اهو زي السيمه. طيب عندي فراخ مفرومه خدتها سوتيه مع تومه مع بصلايه كروم في الالوان، ويستر صوص، صويا صوص، مكعب مرق، شويه زيت سمسم وكده، بيموتوا بس مع بعض. انا عشان عايزهم كريسبي، كريسبي يعني مقرمشه، اكلها تخروش تحت سناني كده اهو زي الفل. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. نسيت بقى اقول لكم ان في شويه ايه، ميه وشويه عجينه، يعني عشان الزق بيها اعمل عمليه ايه، لزق. ادي شويه الدقيق، شويه الميه كده، خلاص اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا